للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا عبر سكايب من الريحانيه الخبير العسكري السوري الاستاذ اديب العلاوي. اهلا بكم استاذ اديب الى استوديو الرافدين. يعني نبدا معك باخر تطورات الصراع الايراني الصهيوني على الاراضي السوريه، تحديدا عن مقتل عدد من عناصر ميليشيا حزب الله اللبنانيه بقصف صهيوني بريف حمص. هذا القصف ليس الاول وربما لن يكون الاخير على المراكز الايرانيه على الاراضي السوريه. كيف سينعكس هذا الامر على نفوذ ميليشيا حزب الله في سوريا ولبنان ايضا؟ نعم، تحيه لكم، تحيه للمشاهدين الكرام. يعني حقيقه نحن نلاحظ ان يعني ما قاله نتنياهو ماضي فيه بانه لن يسمح باي شكل من الاشكال الى ان يكون هناك اي يعني تواجد مؤثر على الامن القومي الاسرائيلي داخل الاراضي السوريه بالنسبه للميليشيات الايرانيه وحزب الله التابعة لإيران أيضا. ولذلك أنا أقول هذا المشروع قائم ولن ينتهي حتى الآن، ونلاحظ من خلال تقريبا في كل 48 ساعة هناك قصف في منطقة معينة يمكن أن لا يتم تسليط الضوء عليها، ولكن هناك بشكل دائم متابعة لما تقوم به الميليشيات الإيرانية المتواجدة على الأرض السورية، وخاصة فيما يخص نقل الأسلحة باتجاه حزب الله أو باتجاه الاقتراب من الحدود يعني مع يعني فلسطين المحتله. يعني هذا الضغط الروسي بعدم وجود ميليشيا ايرانيه او قوات ايرانيه على الشريط الحدودي مع اسرائيل، وايضا الغارات التي تقوم بها اسرائيل في الفينا والاخرى على مواقع ايرانيه في سوريا، هل سينجم عنها خروج ايران من سوريا ام ان الخروج الايراني من سوريا هو امر مستحيل في المدى المنظور؟ يا سيدي الكريم، حقيقة يعني هما أمران أحلاهما مر، يعني الخروج الإيراني من سوريا هذا ما تسعى إليه الحقيقة السياسة الإسرائيلية، إضافة إلى ذلك الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية التي تتماهى مع السياسة الإسرائيلية أيضا. وهناك ضغط شديد لخروج الميليشيات الإيرانية من سوريا، ولكن يعني دعني أقول إذا ما خرجت الميليشيات الإيرانية بشكل نهائي يعني من سوريا سيحدث اعتقد هناك انهيار في الداخل الايراني، وخاصه نحن نلاحظ ان هناك انهيار في جبهه اليمن الذراع الاخر الحوثيين المتواجدين في اليمن، هناك انهيار ايضا ممكن ان يكون في الجبهه اللبنانيه وعلى الاراضي السوريه، وبالتالي سينعكس الى انهيار الجبهه الداخليه في ايران داخل ايران. ولذلك اعتقد ان ايران تحاول ان يعني أن يكون لها تواجد ووقع على الأراضي السورية وأن تتحمل الضربة تلو الأخرى، ولكن لن تخرج بهذه السهولة. كيف برأيك سيكون شكل التواجد الإيراني في حال أذعنت إيران لطلبات الروس والطلبات الأمريكية والصهيونية بعدم تواجدها في مناطق حساسة في سوريا؟ يا سيدي الكريم، إيران تحاول يعني أن تلعب على لعبة الوقت، وهذه لعبتها الأساسية التي يعني تلعبه منذ مدة طويلة خاصة في ملف النووي وغيره. الآن التواجد الإيراني يعني بدءا من البوكمال وانتهاءا بالحدود مع الجولان المحتل هي لها تواجد، هذا التواجد يعني حتى ينحسر بشكل نهائي يحتاج إلى وقت ومدة طويلة. اليوم يعني كانت طلبات الإسرائيلية أن تبعد الميليشيات الإيرانية مسافة لا تقل عن 75 كيلو، تم تقليص المسافه الى 40 كيلو والان الى 25 كيلو، ومع ذلك ايران تقول بانها ستنسحب من هذه المنطقه لمسافه 25 كيلو، ولكنها ستدخل حقيقه بلباس اخر، بلبوس اخر، بطريقه اخرى، ان يكون العناصر الايرانيين وعناصر الميليشيات التابعه لها ان يكونوا يعني يرتدون لباس الجيش السوري ويكونون متواجدين على الحدود بمناطق تواجد الجيش السوري وبالمواقع العسكريه السوريه. بالتالي نحن نقول ان ايران تحاول ان تكون متواجده، ولكن كل اللعب التي تقوم بها ايران هي مكشوفه بالنسبه للاستخبارات الاسرائيليه، بالنسبه للاستخبارات ايضا الدوليه والامريكيه، مكشوفه بالنسبه حتى للفصائل الثوريه السوريه. ولذلك نحن نقول ان ايران تلعب على الوقت، هي تنسحب قليلا، تحاول ان تمتص الضربه الاسرائيليه، تحاول ان تمتص الهجمات الاسرائيليه، عسى ان يكون لها مخرجا اخر، ولكن اعتقد ان المخارج اصبحت ضيقه جدا، وخاصه ان روسيا الان هي تلعب نفس الدور بالضغط. هل برايك التغيير الديموغرافي هل برايك التغيير الديموغرافي في سوريا الذي يقوم به النظام
الإيرانيون هو أحد الأشكال التي ستبقي إيران في سوريا؟ يا سيدي، هذا التغير الديموغرافي بالرغم من أنها عملت عليه إيران منذ سنوات طويلة، لكنها لا يمكن أن تقصي أكثر من 18 مليون سوري. يعني صحيح أن الكثير منهم خرج خارج يعني الأراضي السورية، قسم كبير منهم قسم متواجد في الأراضي المحررة، ولكن يبقى الأكثرية الساحقة هي العنصر الإسلامي السني المتواجد في المنطقة. نعم، هناك تقرير لصحيفة لاراثون الإسبانية يقول بأن السنة في سوريا سيصبحون الأقلية مع في المستقبل القريب. كيف من الممكن ربط هذا مع التغيير الديموغرافي الذي تقوم به إيران، وهذا من الممكن حدوثه في سوريا؟ أعتقد أن هذه الخطة قديمة، هذه الخطة التي كانت تسعى إليها إيران أيام حكومة أوباما. بمعنى آخر، أن أوباما أطلق يد إيران في المنطقة وجعل هذا التغيير الديموغرافي على العلن أمام يعني أمام شاشات كل العالم يلاحظون أن هناك تغيير ديموغرافي دون أن يعني أن يقدم أي جهة دولية يعني أي شيء لهذا التغيير الديموغرافي الذي كان يحصل. أعتقد أنه الآن عندما يتم حصر التواجد الإيراني لم يعد هناك قيمة للمشروع الإيراني الذي قامت فيه منذ 7 سنوات. عبر سكايب من الريحانية التركية الخبير العسكري السوري الأستاذ أديب العليوي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.